وصل ضيوف الرحمن رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، حيث شهدت خطة تصعيد الحجاج إلى جسر الجمرات نجاحا كبيرا وسط إجراءات أمنية ولوجستية ميسرة. هذا وواصلت عيادات البعثة الطبية المصرية عملها في استقبال ضيوف الرحمن لتقديم الخدمات الطبية لهم. واصل ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين في يوم التشريق الثاني صعودهم إلى جسر الجمرات بمشعر منى، والذي شهد كثافة وازدحام من قبل الحجاج كافة نظرا لتعجل معظمهم. السلطات السعودية قامت بعدد من الإجراءات اللوجستية والأمنية خلال عملية تفويج ضيوف الرحمن بهدف تمكين الحجاج من عملية التصعيد بشكل ميسر. النهاردة مع يوم التشريق الثاني هو كان في أساسا جزء كبير من الحجاج عاد من ذوي الأعذار مع عودة المتعجلين الحجيج المتعجل، فبقى عندنا عدد كبير من الحجيج عادين. احنا من امبارح فتحنا العيادات الحمد لله، يعني فتحنا 13 عيادة، والنهاردة الصبح وصلنا لل 23 عيادة كاملين بالدكاترة بجداولهم فعالة. عملنا مرور صباحي وشفنا عدد كبير من الحالات بيتم حصرهم حاليا. لحد دلوقتي من عودة الحجيج ما فيش حد دخل المستشفى، لكن بنتابع الحالات اللي هو المرضى بقى اللي جايين من أعراض رمي جمرات، من أعراض عرفات، القعدة في عرفات، ولكن الحمد لله ما فيش أي إصابات خطيرة أو ذو تأثير عالي. يعني كما وصلت عيادات البعثة الطبية المصرية عملها في تقديم خدماتها العلاجية للحجاج المصريين. هو معظم الحالات الحمد لله حالات بسيطة، بس مجرد نزلات برد بسيطة بعد الحج، مجرد شد عضلي مجهود بعد الحج، حالتها يعني أغلبيتها حالات مستقرة ما فيهاش أي مشاكل الحمد لله. في العلاج بالكامل من هنا، والأدوية متوفرة جدا جدا جدا، كل الحجاج الحمد لله بياخدوا الخدمة الطبية والعلاج اللازم. ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين رغم مشقة الرحلة المقدسة إلا أنهم عبروا عن سعادتهم البالغة بأدائهم المناسك. شفنا يوم القيامة بصورة مصغرة، ما أعتقدش إن إحنا هنقدر نعمل أي ذنب تاني بعد اللي شفناه النهاردة. الحمد لله فرحة عمرها ما تتوصف بأي وصف في الكون، يعني الحمد لله. هو كان في زحمه من بدايه اليوم، من بعد الظهر كان في زحمه، محدش ينكر كده، بس الحمد لله كانت متيسره. متلخبطه يعني، فرحانه وخايفه وقلقانه وسعيده، وخصوصا امبارح لما الدنيا مطرت حاسه ان ربنا غسل كل ذنوبنا وغفر لنا كل حاجه. الحمد لله يا رب، يا رب يتقبلها مننا جميعا يا رب. مكله جوزي، بس هو في مشقه طبعا هناك والدنيا زحام، بس هو اللي هي منها كده معروفه، يعني ان هي مشقه عاده ما تتوصفش. برغم الاعداد الغفيره اللي كانت موجوده وبرغم الصعوبات اللي احنا واجهناها، لكن كلها الحمد لله رب العالمين ميسره. في معوقات بس يعني بتزول في نظير ان انت بتأدي فريضه وشعائر جميله جدا، فنحمد ربنا ونشكر فضله على كل النعم اللي انعمه علينا. على الرغم من ارتفاع درجه حراره الجو وزياده عدد المتعجلين على جسر الجمرات، الا ان الاجراءات الامنيه واللوجستيه التي اعدتها السلطات السعوديه فرضت نفسها لتفويج الحجاج بشكل ميسر. محمد حلمي، التلفزيون المصري.